قالت لها أمها ذات يوم: يجب عليك أن تكوني غيمة فرح سخية تهطل لتحيي قلوبا أرهقها الحزن وتربت على أكتاف العابرين. أخذت تفكر في كلامها مليا، وذاكرتها تعيده عليها مرارا، حتى أشرقت شمس يوم جديد، ففتحت النافذة وصارت تتأمل زحام الأزقة. هنا يسعى رب الأسرة في طلب الرزق حتى ينهكه التعب، ليعود بقطعة حلوى ترسم على وجه ابنته تقويسة ثغر لطيفة. وعجبا لكهل أتعبته تجاعيد الوجع أن يلاعب طفلا فقيرا. عرفت ما كانت تقصد أمها جيدا، لقد كانت تجسد لها معنى العطاء بطريقة أخرى. أن تعطي يا صديقي يعني أن لا تعيش من أجلك فقط، يعني أن ترسم على نوافذ المتعبين صورا بهية تخبرهم أن خلف كل زجاجة متسخة ربيع فاتن، وأن تغلف هدايا البهجة بشرائط حب ملونة تهديها للغرباء، وأن تصنع من حديثك وأفعالك ضمادة تجبر كسر الضعفاء. لا أظنه أمر صعب، أبسط الأشياء تجعل منك إنسانا معطاء، كأن تبتسم في وجوه المارة، أو تمسح على رأس يتيم، أو تهدي وردة لأحد المرضى، أو تكون عكازا يتكئ عليه صديقك عندما يهترئ قلبه. أشياء بسيطة قد ننساها ولا نلقي لها بالا، لكنها تخفف عنهم وتبقى في ذاكرتهم. هيا هيا احمل في صدرك أكاليل فرح وبهجة، واغرسها في قلوب الناس، اجعل منهم طيورا مصفقة تشنف الأسماع بتغريد بهي. كن ذا أثر وأسعد تسعد بقلم جواهر التركيز.